يعمد المياومون إلى تصفيف دوابهم إلى جانب بعضها لتكميلة نصاب الدرسة، يضعون الضعيفة منها بمركز الدائرة والقوية منها نحو المحيط. عكس الحصاد تماماً والمتسم بالعمل ما أمكن في الأوقات الباردة، فإن الدرس لا ينطلق إلا عندما تشتد الحرارة وتحتد حتى تجف سيقان السنابل ويسهل تكسيرها بالحوافر. يواظب أحد المياومين على تتبع عملية دوران الدواب بصوت طويل بيده، لكن إحداها قد تسأم أحياناً فما تلبث أن تفر لحالها. يتم استعطاف البغل بعدها وإعادته للبيدر لإكمال النصاب. يواظب الكل على العمل بينما تدور الدواب وفق شعاع محكم ومنظم، ويتفقد المياومون الآخرون عدم خروج الزرع خارج هذه الدائرة. تأتي الظهيرة على البيدر ويشتد الوطيس. تراح الخيول بعد نشاطها الدؤوب، فيلجأ المياومون إلى توظيف دائرة الدرس من جديد وتجميع ما تشتت من الزرع.